والله شوف، في الرسميه في الجلسه الابتدائيه ما سمعناش يعني تطرق المباشر، ولكن متاكدين انه الكثير من الدول الاسلاميه، لانه 26 دوله افريقيه 20 دوله اسيويه، نكون متاكدين بانه قضيه الصحراء الغربيه كذلك راح يكون عندها حيز في اللقاءات الثنائيه ما بين السيد ابراهيم بوغالي والسيد صالح قوجيل ومع ضيوف الجزائر، وكذلك راح يتم التطرق اليها يعني في اللقاءات كذلك حتى الاكثر من ثنائيه، لانه هي قضيه تصفيه استعمار وهي قضيه حق، واليوم هي قضيه تطبيق لوائح الامم المتحده وليس فقط موقف الجزائر. الشعب الصحراوي هو كذلك شعب مسلم ويستاهل انه يسترجع اراضيه، ويستاهل انه يستقل من الاحتلال المخزني الغاشم، واليوم هو الشعب الصحراوي شعب مسلم يحارب ضد يعني ضد المخزن المحتل، ويحارب ضد الصهاينه الذين يضربون العزلة بدرون، وإحنا نتمنى أن الشعب الصحراوي ينال استقلاله عاجلا غير أجل. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.